حتى الزينة زوالين يبغينا، على وحتى الزينة زوالين يبغينا، على وحتى الزينة زوالين يبغينا. السلام عليكم، معكم حنان العمراني صديقة العائلة ديال يوسف الزروالي، وكنتكلم بلسان العائلة ديال الزروالي. جينا اليوم كباقي الإخوان والمتضامنين مع يوسف في وقفة تضامنية تآزرية سلمية مع خونا يوسف الزروالي. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يطلق الله سراحه، وحنا كاملين املنا في الله سبحانه وتعالى انه اليوم نسمعوا شي اخبار زوينه. وشكرا لجميع المنابر الاعلاميه الشريفه العفيفه، كنقول الشريفه، اللي كتوصل الصوت كيف ما هو، ما كتوصلش الاكاذيب وما تنورش الشعب بعناوين مغلوطه او بتصريحات مغلوطه. كنوجه لهم تحيه وتحيتي لهم كبيره. واللي كيقول حنا بلطجه او لا، حنايا كنجيو من هنايا من اجل السب او تحرش او هذا، كنقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. هنا ناس شرفاء، ناس نزهاء، اباء، امهات، ناس من ذوي الاحتياجات الخاصه، كلهم جابهم الا حب يوسف الزروالي. حتى شي واحد ما جابوا هنايا الطمع او لا جابوا شي حاجه اخرى من اجل يوسف. بالعكس، هاد الناس كلهم يوسف، البعض منهم ماشي كلهم ولكن البعض منهم يوسف كان كيعاونهم، كان كيساعدهم، كان كيساندهم. يعني كيف ان حتى لهذ الوقيته احنا وحنا صرحنا بنفسنا بان عيدنا البعض الاسر مع الزوجه ديال يوسف الزروالي، وبعض المحسنين عيدوا البعض الاسر. يعني فينا هو المشكل؟ اذا كانت زوجه يوسف الزروالي من المحسنين، فينا هو المشكل؟ واش ادات شي واحد بهذا الشيء؟ واش ادات لشي واحد هذا الشيء؟ واش شكى شي محسن؟ سيدة مسك عليها الله، عندها خيرة وصلت الرسالة ديال الزوج ديالها اللي اتصل بها وقال لها عيدي لهاد الناس اللي مال في يوسف كيعيد ليهم. والعيد ماشي عيد فرحة، ولو هما عيدوا راه ماشي فرحانين من أجل ذوك الأطفال ومن أجل ذوك الصبيان. إلا كنتوا كتخدموا دماغكم بأن هاد الناس هادو راه ماشي عيدوا باش ياكلوا اللحم ولا مشتاقين في اللحم، عيدوا باش يأديوا السنة ديالهم وكذلك يفرحوا وليداتهم. وهذه هي الحاجة اللي كان كيدير يوسف دائما. يوسف دائما كيفرح الأطفال، كيفرح الأرامل، كيفرح الأيتام، كيفرح ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني حشومة حشومة عليكم، طلعوا بحوايج اللي هما كذوب وبتصريحات اللي هما كذوب. كنقول اللي عنده شي دليل هالمحكمة، ياك حنا ماشي دايرين هاد الوقفة في الغابة، دايرينها في المحكمة وأمام السلطة وأمام الأعيون ديال المنابر الإعلامية وما يعني مسائل قانونية. علاش كتنوروهم بمغلوطات؟ علاش؟ هادشي اللي بغيت نعرف، علاش كديروا هاد الشيء؟ حشومه وعيب عليكم وعار. هاد الولد شنو داير لكم؟ هاد الولد تيدير الا الخير. علاش من اجل غير دوك الاطفال، من اجل دوك البنيات عباد الله، من اجل بناته، من اجل عائلته، راه حنا قلبنا كيتحرق من الداخل، حنا كنتقطعوا من الداخل من اجل هاد الشاب اللي ما دار لكم حتى شي حاجه. حشومه عليكم، راه كنتاسف ليكم، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره. واش ما كتفكروش في الموت؟ شحال قدكم تعيشوا؟ واش دايمين فيها؟ الا كنتو دايمين فيها ما عرفتش، ولكن شحال قدكم تعيشوا؟ كنقول لكم رجوع لله محد، باقي الفرصه فين تصلحوا الاغلاط ديالكم. هاد السيد راه ما دار لكم حتى شي حاجه، وحسبي الله ونعم الوكيل، وشكرا لكم بزاف.